أعلن مدير مديرية الرعاية الأولية في وزارة الصحة الدكتور محمد مستت ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا بعد حادثة الزلزال في المناطق المحررة ليبلغ حوالي 400 إصابة يوميا خلال الأسبوعين الأخيرين. للوقوف أكثر على هذا الموضوع معنا الآن عبر الهاتف الدكتور محمد مستت. أرحب بك دكتور في نشرة الرابعة بداية. حياكم الله أستاذي الكريم. حياك الله، أنت على الهواء مباشرة دكتور. يعني ما هي أبرز العوامل ما بعد الزلزال التي ساعدت على تفشي الفيروس، لا سيما بأن الفيروس كان متفشي بالأساس، لكن ما هي العوامل التي زادت من تفشي هذا الفيروس بعد الزلزال تحديدا؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعرف الصوت واضح؟ الصوت واضح دكتور، تفضل. تمام إن شاء الله. بما يخص مرض الكوليرا، يعني ممكن إنه نحن نعمل علاقة طردية بين ما بين مرض الكوليرا والخدمات الأولية أو الأساسية في المجتمع. كل ما كانت الخدمات الأساسية جيدة، كل ما كانت فرص انتشار مرض الكوليرا ضئيلة حتى تصل إلى نسبة الصفر. وبعد يعني من المعروف أن المناطق المحررة هناك ضعف فيما يخص البنية التحتية الخدمية. تماما. ساهم انتشار المرض هو ضعف البنية التحتية، وعندما جاء الزلزال وضرب المناطق المحررة زاد من نسبة الضرر والأذية في البنية التحتية، مما ساهم طردا بزيادة انتشار الحالات الكوليرا. في أي مناطق تركزت الإصابات، وهل أغلبها يرتبط بسكان المخيمات تحديدا؟ نعم أخي الكريم، ممكن أن نقول أن أكثر الإصابات انتشارا هي في مناطق المخيمات، حيث أنه انتشرت المخيمات التي تفتقر أو تفتقد إلى البنية التحتية كمراكز إيواء بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، ومما أدى إلى انتشار أو زيادة نسبة الإصابات خلال الفترة الأخيرة. الأرقام كبيرة صراحة دكتور. يعني بالنسبة لعدد الوفيات، إن إذا تطرقنا لهذا الموضوع منذ بداية السنة الحالية، كم هو الرقم إن كان هناك إحصائيات دقيقة لديك دكتور؟ أخي الكريم، بما يخص الوفيات الكوليرا، فضل الله عز وجل استطاع القطاع الطبي ووعي الناس في منطقتنا أن يخفف من آثار الشديدة لحالات الكوليرا. فعدد الوفيات في المناطق المحررة أو في شمال غرب سوريا هو 23 وفية فقط. دكتور، قبل أن أختم معك والحديث أو النقاش معك بالمحور الأخير، يعني هناك لقاحات أكيد بالنسبة للفيروس بالتحديد. نعم أخي الكريم، هناك لقاح لضمة الكوليرا أو لمرض الكوليرا، وهذا اللقاح ممكن أن يكون مناعته تتراوح من 3 أشهر حتى 6 أشهر. وفي الشهر الماضي تم إطلاق حملة للقاح الكوليرا استمرت 10 أيام، وفي الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل يتم الترتيب لإطلاق حملة جديدة للقاح الكوليرا، وسيصبح لقاح الكوليرا متوفر بشكل روتيني مع اللقاح الروتيني في ضمن فرق اللقاح. اللقاح هو متوفر للجميع أم فقط للمخيمات والمناطق الموبوءة دعنا نقول؟ الحملة طبعا هي لم تكن حملة شاملة، لم تستهدف جميع المناطق المحررة، ولكن استهدفت المناطق التي انتشرت بها إصابات متوسطة، المناطق التي كان بها الإصابات متوسطة إلى شديدة. بالنسبة للعدد، يعني حتى وإن تمت الإصابة بالفيروس، الفترة الأولى من حمل الفيروس لأي شخص تمام والإبلاغ عنها ومعالجتها، أنا ما بعرف بالخصوص هذا. صحيح. هنا بيقلل. صحيح. تماما. نحن ممكن هي تكون الأمر هو أكثر يحتاج تكامل جميع مستويات المجتمع على صعيد الفرد، وعلى صعيد كما يقال المؤسسات الحكومية، وعلى الصعيد الطبي القطاع الطبي هو يأتي في الدرجة الثالثة. الدرجة الأولى هي وعي المجتمع لاتخاذ الإجراءات الوقائية. بشكرك مدير مديرية الرعاية الأولية في وزارة الصحة الدكتور محمد مستت على هذه التوضيحات وحضورك معنا في نشرة الرابعة.